المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي فلاش 96. اليوم اذا تسمحون لي راح اتطرق وياكم الى موضوع حساس جدا لكنه جميل، واعتقد انه هو وايد مهم ان احنا نتعلمه او نمارسه في حياتنا اليوميه، ولا شك في الكثيرين منا يمارس الاتيكيت. بالضبط موضوعنا عن الاتيكيت ومعنا، ونحن سعداء ايضا بهذا اللقاء مع الضيف العزيز علينا الاستاذ طارق رجيب، مستشار علاقات عامه واعلام. اهلا بك استاذ طارق. سعيده بوجودك معنا. ويسعدني ان ارحب وياكم بضيفي وضيفكم وضيف كل منزل يشاهد هذه الحلقه، الفنان محمد المنصور. ابو عبد الله حياك الله. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. قعدنا لكن كان بودي اعرف من المفروض يقعد قبل، انا ولا انت؟ انت ضيف يعني. تبين بالاتيكيت، سواء انا كنت ضيف او مضيف فيفضل ان السيده هي اللي تقعد، لان هذا شيء تعرف عليه. في عالمنا الحديث طبعا نتكلم، اللي هو بعد تحول المجتمع في العالم كله الى مجتمع واحد. ففي العالم الحديث صار ان لازم السيده هي اللي تجلس قبل، لان تقدير لها. ستطارق احنا طبعا تونا بعدين، انا بوريك كم لقطه الحين. شوفوا معنا، لان سالنا مجموعه من الساده المشاهدين، سالناهم المواطنين عن الاتيكيت، شنو مفهوم الاتيكيت بالنسبه لهم. فشوفوا ردود الفعل وتعالي نرد ونسولف شويه ان شاء الله. طبعا يمكن سؤال غريب لكن ودي اعرف، هل انت تمارس الاتيكيت؟ اي طبعا، ما في انسان يعني بالحياه ما يمارس الاتيكيت، يعني تروالي كل انسان بالدنيا لازم يحط له يعني ستايل معين بحياته، ان كان بلبسه، ان كان باكله، ان كان بكل شيء بحياته. يعني اذا هي ممارسه يوميه لكل اساليب حياته. اي نعم، هي ممارسه طبعا تصير يوميه حق كل انسان. فن قياده السياره، هل ايضا للسياقه اتيكيت معين؟ طبعا يعني بالذات القياده لها ذوق معين، يعني كل انسان له ذوق. يعني السياره، يعني انا شخصيا ما ارتاح لما تكون سياره كامل نظافتها اركبها يعني. اي نعم، غير كذي ما اركب سياره، يا اروح محطه الغسيل ولا اخليها بالبيت. يعني اللي يركب سياره مو نظيفه يكون ما عنده اتيكيت؟ يعني تقريبا، يعني يكون كامل ما كامل لوجهه، يعني مثل اللبس نظيف، سيارته نظيفه، قاعد مكان نظيف، ماشي بشارع نظيف، يعني كل شيء اتيكيت. اذا انت ما تعتقد هذه مظاهر، يعني هذه مو اتيكيت. انا الاتيكيت هو فعل، انك انت تمارس فعل معين. لا طبعا، هذه مو مظاهر، هذا يعني الشخصيه نفسها، هي يعني ترجع حق الشخصيه نفسها اكثر واغلب. طيب انت شنو اللي ما يعجبك في الناس؟ اذا يعني متى تطلق كلمه ان هذا ما عنده ذوق، ما عنده تيكيت؟ متى؟ لما يكون انسان مو متناسق نفسه، كله مو متناسق، لبسه مو متناسق. اي كله مو متناسق، سيارته بصوب وصوب ولبسه بصوب، يعني هذا مو متناسق. شنو خلينا نتعلم شنو اللبس اللي فيه اتيكيت يعني؟ والله ما اقدر اقول مثل ما انا لابس الحين، بس يعني الحمد لله كل واحد له ذوق، يعني يركب يعني سياره يعني ما يرقع بالالوان وما كذا. اي طبعا، الحين صار الالوان موضه بصراحه، يعني صار الالوان موضه، كل انسان حط لون على لون يطلع تروالي شيء متناسق. اي شيء متناسق. ماذا تعرفين عن الاتيكيت؟ ما هو الاتيكيت؟ يعني هو لباقه، وانه غير انه بيجذب الانسان لما يكون اتيكيت، غير لما يكون فوضوي ويحكي مع الناس اسلوب غير شكل. يعني عكس الاتيكيت الفوضى. يعني في نوع من الاحترام واللباقه، يعني كانك بتحترم هالشخص فبالتالي حيحترمك، بس لو ما احترمتيه ما حيحترمك. هذا مفهوم العام للاتيكيت. يقولون ايضا في اللبس والمظهر وطريقه الاكل وطريقه صح. المشي كله في اتيكيت. صح. كيف تستطيعين انت كامراه يعني تكونين اتيكيت في اللبس وفي الهندام وفي المشي وفي طريقه تصفيف الشعر مثلا، طريقه لبسك، طريقه مشيك، طريقه اسلوبك، في حكيك، في كل شيء. يعني ردود فعل متابعينا مثل ما لاحظت، لكن ودنا نعرف راي متخصص، ما هو الاتيكيت؟ شنو هو الاتيكيت نسويه وما ندري شو السالفه؟ يعني هو مثل ما يقولون بالشعبي تعريفه عباره عن سلوكيات موروثه. نعم. من حقب تاريخية مختلفة وتكونت إلى أن تصل إلى هذه المرحلة. في فترة من الفترات قبل ما يقولون عصر المعلومات كانت هذه الموروثات السلوكية منقلقة على مجتمعات مختلفة، والآن تفتحت. كل مجتمع يختلف
في سلوكياته وفي الأتيكيت مثل ما احنا نسميه. كل مجتمع له خصوصية معينة في الأتيكيت. لدرجة ان انا دورت حتى في انا لما احتار في كلمة بالعربي ادور في المنجد في اللغة والإعلام، لقيت شيء حق الأتيكيت. اصلا كلمة أتيكيت او بروتوكول ما لها علاقة باللغة العربية حسب رأي المنجد. نعم. احنا نبي الاتيكيت من برا يعني. فهي اتيكيت هي كلمه اجنبيه وهي تعبر عن نظام سلوكي معين يعكس موروثات اجتماعيه. وطبعا هذه الموروثات الاجتماعيه بدات عن طريق البيئه المحيطه، عن طريق الدين، عن طريق العادات والتقاليد اللي تحيط كل مجتمع. ممكن تكون يعني موروثات سيئه ولا طبعا يعني ممكن يكون يوم من الايام مثلا انت تكوني مسافره بلد اخر تقومين بتصرف، هذا التصرف عادي عندك في بلدك لكن يكون عيب هناك عندهم او يكون غلط عندهم. ولهذا السبب الاتيكيت حاله خاصه بالنسبه للمجتمع. وفي شيء يسمونه الاتيكيت العام، اللي هو الاتيكيت العام اللي صار بعد ما التقت كل دول العالم في مجتمع واحد وعندش تلفزيون واحنا ننقل من التلفزيون. الاتيكيت شيء من الصعب تغييره لكن عاده يضاف له. ما احنا ما نغير الاتيكيت مالنا. مثال على ذلك لما انت تشوفين طفل من الاطفال الصغار على طول يعني من الاتيكيت ان انت تلاطفينه اذا هو مع اهله مثلا. من الاتيكيت ان انت تلاطفينه. بس الواحد مرات يسوي شيء هذا مو بقصده انه يسوي اتيكيت، يعني يمارس اتيكيت بس ما هو في اشياء ما تفكرين فيها. يعني انت السلوكيات عاده لما تكون سلوكيات طبيعيه وسلوكيات عاديه الواحد يتصرفها بدون لا يحس فيها. يعني انت من غير ما تفكرين، من غير ما تراجعين بعقلك وعقلك الباطن اي معلومه، من واحد يقول لك مثلا شلونك تقولين الحمد لله. حتى لو انت مريضه وتعبانه بس هي كلمه الحمد لله هي من الاتيكيت مال رد التحيه. يعني التحيه اتيكيت ورد التحيه نفس الشيء اتيكيت لانه هو سلوكيات. واللي يقولون والله احنا تعبانين وهذول ما عندهم اتيكيت ولا لا، هو مو ما عندهم اتيكيت، هو نوعيه الاتيكيت اللي موجود هو التحيه ورد التحيه. حتى لو كان رد ان انا والله مو زين مثلا كان هذا مارس يعني. اي نعم. فهي ممارسه يوميه احنا نمارسها من اول ما نقعد الصبح لين ننام بالليل واحنا نمارس هذا السلوك. بالاضافه الى نمارس شيء يمكن بسبقك عليه بالحديث اللي هو موضوع البروتوكول. فاحنا نمارس البروتوكول والاتيكيت بشكل يومي. وايد ناس ما يعرفون شنو الفرق يعني ما بين الاتيكيت وما بين البروتوكول. وحتى الاتيكيت نفسه لما سالناهم يعني فقالوا اتيكيت اتيكيت يعني ما يسمعون الكلمه يمكن بس ما يدققون فيها. انا اقول لك يعني الملاحظ ان احنا نقوم بتصرفات مختلفه بس ما نعرف شنو اسمها. لهذا السبب الاتيكيت يعني نمارسه ونقوم فيه بملابسنا، بحديثنا، بلغه جسمنا، بتصرفاتنا في الاكل، بتصرفاتنا بالشارع، بالسواقه. ما تلاحظين الاعلان مال وزاره الداخليه يقول لك السواقه فن وذوق واخلاق. كلمه ذوق واخلاق هي عباره عن الاتيكيت. اتيكيت كلمه فرنسيه ولا؟ كلمه فرنسيه اصلها اعتقد كذي يعني اذا تصلحين لي. بس لو انا حاسه ان الكلمات هي تركيبتها فرنسي لانه فرنسي وهو بعد اهل ذوق يعني وايد. نعم. ما ادري هل الاتيكيت شيء جديد علينا او المصطلح هو الجديد ولا الشوكه والسكين الجديده ما ادري. لا الشوكه والسكينه جاءت طبعا مع التحضر والتمدن، ولكن هالجمله او الكلمه الاتيكيت يعني حتى لو كانت لاتينيه ولكن احنا عندنا ضرابه احنا نسميها بمصطلحنا. نعم. احنا جبلنا او تعودنا حبنا للضرابه والاتيكيت. تعودوا الكويتيين انهم يعملون نوع من المقدمات سواء كان بالزياره او بالحكي او طبيعتنا احنا بعض الاحيان الصحراويه يقول لك دفش يبوي عطني هذا عطني ما ادري شنو يما عطني ما ادري كذا كذا يا بالسفره او في برا مثلا عطيني. يعني
لو سمحت الحين دخلت في هذه الامور يعني بدا الاتيكيت يتدخل بها. انا اشوف ان الفرد الكويتي يعني في داخل منزله ممكن يتصرف هذا التصرف، ولكن في الديوانيه أيه. او في خارج المنزل اعتقد ان تلقى يا الحبيبي يا طيب لو سمحت ممكن كذي شيء ممكن اي انا ممكن. اشوف ان المجتمع ذرب يعني الغرابه متاصله فينا من يعني أكيد. من جذورنا يعني. اكيد هذه بلا شك يعني انا ما اختلف معك فيها، ولكن تعتمد بعض الاحيان الاخوان ما يتقيدون بهذا الاتيكيت يعني يكون دفش او تعودوا من بعض الدول سواء كانت عربيه او اجنبيه او اسلاميه يعني اتذكر عندهم مثلا دقه الهرن يعني ما مدها تشب الاشاره راح دق لك هرن او بالشارع طا 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 يعني هذا ما فيها ضرابه ما فيها اتيكيت علما بان الشارع ما في شيء يعني ما في احد، ولكن في بعض الدول الثانيه متعودوا يعني مثلا اتذكر يشتري الهرن قبل السياره علشان بس دقت الهرن طا طا طا، فانت بس تاشر له يقول خلاص لان تعودوا. بعضهم يعني نوع من الاتيكيت اللي احنا نبيه او متعودين عليه يعني جزء من مثل على سبيل المثال يعني الدبلوماسي متروس من البروتوكول والاتيكيت، كذلك الفنانين اغلبهم او اللي موجودين على الضوء مثلا او اللي مسلطه عليهم الاضواء لابد ان يتحلون بهذا الاتيكيت وهذه احنا ما ودنا ندش بعمليه الاتيكيت والفنان بنأجلها شوي ونسولف عن الاتيكيت عن المجتمع الكويتي يعني ما ادري بشوف يعني هل احنا لما ناكل بيدينا ما في اتيكيت معنا نشوف ان في بعض بيدينا ذرب يعني والثاني لا تلقى دين خراري ومطشر الدنيا يعني. اي اي هذه تأتي من ناحية الوناسة والضحك، وطبعا تعرف احنا لما يصير اليمعة حلوة مع بعضنا البعض لابد ان يصير أشمرة وضحك والأكل. علشان اكمل سؤالك اذا هو الفرق بين الاتيكيت والبروتوكول، ان الاتيكيت كل ما هو انه هو موضوع سلوكي متفق عليه ضمنا، ما في داعي نتفق عليه انا وياك والله ايش رايك اليوم نسوي اتيكيت، ما نقدر نتفق عليه لان هذا موجود عندنا من سلوكياتنا. نعم. لكن البروتوكول لا نتفق عليه. مثال على ذلك بالعرس يتفق على نظام معين، ترى فلان بدش من هني والعروس بدش من هني تنظيم وكذي اللي هو نظام. نعم. متفق عليه هذا البروتوكول. لهذا هذا يحصل بعد في الشغلات السياسية الرسمية، الرسمية يعني عشان رئيس دولة يزور دولة الكويت. نعم. لازم يبعث مندوبين البروتوكول. نعم. يجون يشوفون أنتم شنو عاداتكم شنو تقاليدكم ايش تبون، ترى رئيسنا يبي كذي وكذي أنتم ايش تبون. خلنا أعرض شغلة فيها بروتوكول دبلوماسي. نعم. ورسمي. نعم. ونعود لك إن شاء الله. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله يتوجه والملكة إليزابيث في موكب رسمي في العربات الملكية إلى قصر باكنغهام كما شاهدنا هذا التنظيم الرائع وهذا الاستقبال الضخم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي توجته الملكة إليزابيث الثانية باستقبالها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، ومن ثم مرافقة سموه في هذا الموكب من الخيول من الحرس الملكي ترافقهم مفرزة من سلاح الخيال الملكي الخاص بحماية جلالة الملكة. يتوجه الموكب إلى قصر باكنغهام حيث تقوم ثلة من الحرس الملكي بتحية سموه، وبعد ذلك تقوم الملكة بتقديم كبار موظفي القصر إلى سمو أمير دولة الكويت
حفظه الله. وبعد ذلك يقوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد بتقديم كبار مرافق سموه إلى الملكة إليزابيث ودوق أدنبرا. أستاذ طارق، في أيضا إحنا شفنا اللقطة وودنا نتكلم عن السيدة لما تكون موجودة في هذا المكان اللي هو دبلوماسي وسياسي ورسمي، فلها هل لها شيء خاص، ممارسات خاصة يعني؟ خلينا ولا هي مثل الرجل في يعني هي بدام موجودة في منصب معين، نعم، فهي تعامل على هذا المنصب. يعني المنصب سواء كان في رجل أو امرأة ما يختلف. شنو اللي يختلف؟ يختلف هنا العلاقات الإنسانية. ان انا كدبلوماسي رجل مثلا اتعامل مع دبلوماسيه امراه على اساس ان هي سيده قبل لا تكون ان هي دبلوماسيه، نعم. وهذا طبعا ارقى انواع الاتيكيت في 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 العالم، لان انا تخليت عن هذا المنصب الدبلوماسي وعاملتها كانسانه قبل، نعم، ان تكون منصبها. هاي نقطه مهمه، يعني هل لما يكون تكون شخصية رسمية وشخصية سياسية خلينا نقول، نعم، في موقع سياسي مثلا، والإنسان يدخل على سجيته على نيته يعني، نعم، على البركة خلينا نقول، نعم، ويعامله معاملة كإنسان لإنسان يعني، نعم، هل هذا فاقد الإتيكيت أو ما عنده إتيكيت سياسي دبلوماسي خلينا نقول؟ لا، يعني أنت لو تلاحظين ترى في مثلا موضوع مقابلة ملكة بريطانيا له نظام معين، والنظام هذا مكتوب، وقبل لا أنت تدخل يقولون لك ايش راح تسوي؟ كم خطوة تمشي؟ شنو الكلمة اللي تقولها؟ لدرجة أن أنت لو كسرت البروتوكول في فترة وأنت داخل وقابلت الملكة وكسرت كلمة أن لما تقول يا صاحبة العظمة أو يا صاحبة السعادة يور ماجستي، لو كسرتها وقلت لها ميم مثل ما يقولون أو مام مثل ما يقولون في بريطانيا، هي تستانس أن أنت كسرت الحواجز بينك وبينها. وهذا طبعا يسري على جميع الأماكن، سواء كانت إمبراطوريات الإنجليزية أو اليابانية أو حتى الصينية. قبل ما نقفل هالموضوع ودي أعرف شنو هو الإتيكيت السياسي، هل للسياسيين إتيكيت معين فيما بينهم؟ لهم بروتوكول. بروتوكول مو إتيكيت؟ لا، لأنه يغلب على الموضوع بروتوكول. خلينا نتفق أن الإتيكيت هو يدخل في السلوك الإنساني أكثر من البروتوكول. البروتوكول هو قانون مكتوب، نعم. يعني أنا إذا رحت في عيد وطني في دولة معينة وأنا سفير في البلد الفلاني، عندي مهام معينة أسويها، نعم. وهذه المهام ألقن وأدرس أني أسويها. لهذا السبب الدبلوماسية دائما يغلب عليها البروتوكول. ما تسمعين دائما لما يوقعون اتفاق يقولون توقيع اتفاق بروتوكول، بروتوكول تعاون إعلامي، بروتوكول تعاون ثقافي. فكلمة بروتوكول تعني نظام، والنظام هذا مكتوب ومتفق عليه. نعم. بودي نغير الجو شوية، وإحنا بنتعلم شوية إتيكيت في أثناء تناولنا للشاي كيك والشغلات هذه، نشوف هل هو ممارسات حياتنا اليومية، إذا ممكن تعزمنا ولا أنا مفروض أعزمك؟ شنو الإتيكيت؟ الإتيكيت إنه أنا أعزمك. بس عندهم عادي شراكة سنة في الأرض. هي لأن إحنا مجتمع شرقي وغربي، نعم، يعني فيفرق أن أنا شرقي فأنا اللي أعزمك، لكن في المجتمع الغربي ممكن أن أنت تعزميني. الحين مع تقارب المجتمعات صار الأتيكيت تقريبا متقارب، لهذا السبب أنت عزميني. عزيزي المشاهد، الأتيكيت يدخل في حياتنا اليومية وهي ممارسة يومية. وخلونا نشوف معنا الحين أخ قاعد يأكل ونسأل عن الإتيكيت أثناء تناول الطعام. مرحبا. مرحبا. أسفين على خليناك تقطع أكلك، لكن ودنا نسألك هل الطعام إتيكيت؟ نعم، أول ما طبعا يجيب الأكل واحد شلون يمسك القفشة والسكين، وسهولة الأكل طبعا شوي شوي مو بسرعة، على أساس إن الواحد لا يشرق أو الواحد لا يعني يصير فيه شيء، عارفه شلون. هل مثلا للطعام اتيكيت مثلا من حيث الاسره، اذا كان في ابو وام واطفال، من يبتدي قبل، من يمد ايده قبل؟ طبعا اكيد هذا رب الاسره اول واحد اللي راح يقعد على المائده او طاوله الطعام، لان الابو الكبير عرفتي شلون، مربي، لازم يعني اول واحد، لان الاحترام كله له، عارفه. وبعدين من بعده العيال او الاولاد وعيال الباجي
في الوقت صار الاتيكيت شيء ضروري. يعني اذا شفنا مثلا انت الحين قاعد تاكل، يا رفيجك قاعد وياك الحين بياكل، مد ايدينه ما مسك لا شوكه ولا سكينه وخمط لهذا، فهل هذا شيء عادي ولا ان الواحد يتنرفز منه ولا؟ والله هذا في بعض الناس عندهم شيء عادي اذا بين ربع، طبعا هذا شيء عادي يعني بيني وبين رفيجي ميانا وصديقي عادي. وفي بعض الناس لا يتضايجون، يعني اذا مثلا واحد خذ منهم شغله او مد ايده مثلا على اكلهم او شيء يضايج، او انه ما يحب يكمل اكله وانه يسب الحركه الصديقه اللي سواها له. هل ممارسه الاتيكيت بصوره كثيره يعني هل هذا انتم تتحاشونه تقولون هذا يتفلسف وايد؟ لا والله هي صراحه شغلات عاديه جدا، بس الواحد ما يتلاشاها، احسن المشاكل وهذا عادي يعني ياخذ الامور ببساطه احسن. ما ادري بشوف يعني هل احنا لما ناكل بيدينا ما في اتيكيت، مع ان نشوف ان فلان ياكل بيدينا ذرب يعني، والثاني لا تلقى دين حراري ومطشر الدنيا يعني. اي اي هذه تاتي من ناحيه الوناسه والضحك، وطبعا تعرف احنا لما يصير اليمعه حلوه مع بعضنا البعض لابد انه يصير قشمره وضحك والاكل. يعني مثلا الحين قاعد وياك ذرب وكل هذا، كثيرين من اخواني واخواتي الفنانين والفنانات يعني يعرفونني يعني انا بلبسي في كلامي في منطقي او حتى في لقاءاتي معاهم او حتى في لما اطلب منهم شيء يعرفونني اني انا منتهى الذرابه، ولكن في الاكل اختلف يعني اخربص الدنيا فوق حدر، يقول بس بس بس، خاصه مريم الغضبان الحين يمكن اذا شافتني يعني العفو للكلمة يمكن تلوع، تقول لا تلوع تشبن محمد مع غير انت لبسك غير واكلك غير. قلت ليش تسوي بس على المؤول وتالي بيختلط الاكل، فخلينا اخلط، فاحط البرتقال على المرقة مثلا واذا في حليب بعد كبة على العيش واخلطه واخلطه يعني ينتهي الاتيكيت عند الفنان محمد المنصور عند الاكل. الاكل اي اي لا خلي على جنب شوية بس اخلطه، لان اقول لهم ابي اخلطه هني بعدين يختلط الاكل. المفروض انا اصب لك الشاي؟ يعني ما في شيء اسمه مفروض، هو في اتيكيت وفي بروتوكول حق هذا الموضوع، بس يرجع الموضوع يعني لتقدير شخصي. فانا بالنسبه لي تقديرا للمراه اللي اصلا في مجتمعنا الشرقي قاعد تخدمني في البيت، اختي امي زوجتي، فلازم انا على الاقل تقديرا لها اني اخدمها في يعني المجتمع الغربي ترى بالويكند أو بعطلة نهاية الأسبوع الرجل هو اللي يطبخ وهو اللي يقوم بالواجبات المنزلية يوم واحد بالأسبوع، وهذا هو نوع من التقدير، فهو أتيكيت غربي. يمكن إحنا وصلنا وايد من الأتيكيت الغربي وأخذنا في مجموعة كبيرة منه إلا هذا. بيعادونك الحين بيعادونك بتقلب الحريم عليهم، يعني إحنا في البيت كل يوم نشرب الشاي يعني، وانت اللي تصبون، احنا نسوي الشاي واحنا نصب الشاي. نعم. كان اذا مو خدم يعني احنا اكيد نصب الشاي. نعم. ففي هالحاله لازم الزوج يقوم المفروض يعني ذوقيا يعني المفروض ان هي عايزانه طبخت له الغداء مثلا، او ان هي جايه من الشغل الموضوع اللي هو جاي من الشغل تعبان، هم هي جايه من الشغل، ف ليش لا اذا هو، لان المراه اقوى من الرجل جسديا او الرجل اقوى من المراه جسديا، فالرجل ممكن هو اللي يتحمل ويقوم ويصب الشاي، يعني هي مساله ذوقيه مثل ما يقولون. نعم. المراه في الحاله هذه راح ترتاح وايد وراح تحس انها فعلا يعني استاذ طارق قدم لها خدمه في برنامج فلاس 96. ما انا اسوي قاعد اسوي فرش حق الموضوع قبل لا ندخل بالموضوع الاساسي اللي ممكن يزعل. احنا انا قلت لك كله قبل التسجيل. اوكي انا بحط الشكر شلون الحين هم انت تحط الشكر؟ لا طبعا هو هذا دائما، لان احنا في مكان عام. نعم. فالشكر عباره عن اكياس، لهذا السبب ما يصير ان انا افتح كيس الشكر. في بعض الدول العربيه يحوسون الشاي، احنا عندنا بالكويت عيب تحوس الشاي، فتفضلين ايش نسوي؟ لازم انا اقدم لك الشكر. ايوه هذه مشكله، هذه صوت حرق هي علشان يعني انا قاعد اطبق لك بالضبط شنو قاعد يصير في الاتيكيت العام.
بس الاتيكيت الخاص كمجتمع احنا مخصوص. نعم. يمكن لو قلت لك عن موضوع اللي دائما يتكلمون عنه في المسرحيات والافلام انه والله اول شهر يصير الاتيكيت مال الدنيا كله. نعم. عنده يفتش له الباب شهر عسل طبعا اكيد. من يفوت تلاقيهم يما يمشون بالسوق قدامها يمشي 6 امتار 7 امتار طبعا هي اللي شايله الاكياس يحرك بالسياره قبل لا هي تركب نص ريولها برا. فهذه اللي انا قاعد اسويها الحين عباره عن تنبيه ان ترى احنا وصلنا الى الان المجتمع المتفتح. نعم. المجتمع اللي في مساواه في العقل، ما هي المرأة تعمل وتصرف على البيت مثل الرجل. أنا يعنيتك في النقطة بس بوريك لقطة مع إحدى الخوات. ماشي. في نفس الموضوع. تفضلي. يعني إنه كرجال كيف مفهوم بالإتيكيت إنه كاحترام للست يفتح لها الباب يحمل إذا حامل غرض يحمله عنا ما يكون صوته عالي بس يحكي معه. حلو. زوجك يمارس معك كل هالأنواع من الإتيكيت؟ أنا مش متجوزة. تختارين واحد يكون فوضوي ولا يكون عنده اتيكيت؟ لا طبعا عنده اتيكيت. الرجال اللي ما يشيل الاغراض والمرأة تكون حاملة الاغراض هذا ما عنده اتيكيت؟ لا. وشنو بعد من الاشياء اللي في الرجل اللي نطلق على انه ما عنده اتيكيت مع المرأة؟ يعني بس يعملها انه مثل كماليات في البيت، مجرد وحده موجوده عم تطبخي، هذا ما عنده اتيكيت. يعني كعيد ميلادها مناسبة. يعني واحد يبي يخطبك، شلون تعرفين انه عنده اتيكيت؟ اختبار على الاتيكيت، شو تسوين له؟ يعني إذا طالعين بتدقق إذا فتح لي الباب أو لا. إذا كنا بمكان يسألني أول شو بتشربي أو إنه شو بتاكلي. نفترض إنه ما سألك ونفترض إنه ما فتح لك الباب، ما عنده اتيكيت، تبشر الخطبة. أستاذ طارق، شفنا اللقطة ويا بعض، ودنا نعرف هل هذا شيء ضروري في يعني وايد مشاكل تحصل ما بين الزوجة والزوج بسبب هالأشياء اللي احنا نعدها، أشياء المرأة تعدها أشياء وايد مهمة بس الرجل ما أدري، احتمال يقول لا يعني هذه شغلات مو مهمة، يعني أنا أكون وايد درب ويا زوجتي وافتح لها الباب واسك لها الباب وأقدم لها وأشيل عنها شو رأيك تجربين أن هذا الرجل اللي يقول هالكلام لو اضطر أنه يروح حفلة رسمية راح يكون مضطر أن يتصرف بأسلوب بروتوكولي أو بأسلوب أتيكيتي عشان يبين نفسه قدام الناس أنه متطور. فأنت ليش ما تخلي جزء من سلوكياتك؟ ليش ما تتصرف عادي؟ لهذا السبب ما نقدر نعلم الإنسان عن السلوك إلا إذا كان سلوكه داخل البيت وخارج البيت هو سلوك واحد. نعم. يعني لما تروح مطعم وتوهق اي شوكه تستخدم حق السمك، خلينا نشوف. تفضلي يعني حق السمك تجربين مثلا حق الكيكه. شو حق الكيكه اذا كانت الكيكه واجفه كذي؟ طيب شلون الواحد يعني لما تكون الطاوله مقدمه بهالطريقه، السكين على اليمين الشوكه على اليسار، وهذا طبعا صحن متوسط يسمونه صحن الحلو. صحن الحلو، شلون يقدر الواحد يستخدم الكيكة؟ شلون الواحد يقدر يقص الكيكة بطريقة ما تزعج نظر الناس الآخرين؟ احنا قاعد نتكلم عن موضوع وصلنا له، يمكن أنا بس بقيت فيه، إلى موضوع الحق العام. ما تسمعين دائما الحق العام؟ طبعاً. لما يصير حادث مرور، لما يصير مشكلة بين إنسان وإنسان يقولون الحق العام. حتى في أكل الكيكة يعني في حق عام؟ هو حق عام مثل ما يقولون ضمناً، يعني أنا ما أقدر مثلاً أروح أرفع عليك قضية حق عام لما أنت أسأتي تصرف معين في حقي. الحق العام طبعاً هو يسمونه حق المجتمع، يعني لما تدعمين، أنا ما أدري ليش مثلاً أمثلتي كلها المرورية، كلها المرور، لأن ظهري مشكلة المرورية وايد مزعجتني. فلما يصير حادث سيارة تنقطع أو تطيح الشيرة، تندعم الشيرة، تلاقين المحكمة تطلب الحق العام، يندفع عليها مبلغ معين. نعم. والحق العام هو عبارة عن هذا الإنسان، ممكن تكونين أنت مرة شفتي الحادث، نفسيتك تأثرت من شكل الحادث، فأنت
لك حق عام فعلا. فأنت جزء من هذا المجتمع موجود عندنا هنا. وهذا موجود في القانون ويطبق. حتى أنا اليوم كنت أسأل واحد من الأخوان المحامين عن هذا الموضوع، شنو علاقة الحق العام من الناحية القانونية، لأن أنا خايفة أعرف الموضوع من الناحية القانونية لأنه مو اختصاصي، فأنا أعرفه من الناحية الاجتماعية. الحق العام من الناحية الاجتماعية هو عدم إيذاء أي جزء من هذا المجتمع بتصرف. ما تسمعين المثل اللي يقول البس ما يعجب الناس وكل ما يعجبك؟ سامع المثل. بس بسألك سرطان، رحت المحكمة شفت منظر ما عجبني وعور قلبي وتأذيت أنا، نعم، ما يقول لي هنا يعني عندنا ما يقولون لي ما عندي سالفة؟ ما عندي سالفة. اي لا، خلينا نقول ان انت لما تروحين تبي ترفعين قضية، ما أقدر هم أفتي بهذا الموضوع، بس قضية المحاكم تنترس قضايا، لأن لما ترفعين قضية لازم تكون أركان القضية متواجدة. نعم. فأفضل أن تسألين محامي عن هذا الموضوع. والله يبيله، بس أنا بشوف الكيكة سالفة وجود الحق العام. نعم. ما أدري إيش رأيك أنت تبتدين؟ عشان والله أنا بتوهقني، بس أنا أعتقد أني أنا لازم أول شيء أسدحها كذي. نعم. زين. نعم. عشان ما أجرح حق أحد وبعدين أكلها. أعتقد أن خطأ. لا، بروتوكول عالمي خطأ، بروتوكول محلي عادي، شعبي، هذا شعبي يعني. أو شعبي خلينا نسميها يعني. فهي بالضبط يعتمد البروتوكول على تقبل الناس. يعني أنا وياك الأخوان اللي يقومون بالتصوير وأخونا المخرج نفس الشيء قاعد يطالعوننا، هل هو انزعج لما أنت قربت الكيكة أو لا؟ شني قتلتها مو؟ يعني هو مثل ما يقولون، ليش لما أنت تروحين مطعم في أوروبا ما تلاحظين لما أنت تاكلين الصحن كله يعتفس، والأوروبيين معروفين أنهم طريقتهم بالأكل شلون؟ لسبب واحد، أنا متعود لما أكل أستخدم إيدي أكثر من الشوكة والسكين، لأن هذا تراثي، هذا جزء من حضارتي. هو لا، هو متعود يستخدم الشوكة والسكين. إحنا عادة لقمتنا أكبر من لقمتهم اللي ناكلها، فاحنا داخلين وايد بالاكل الحين يعني الظاهر ما ادري. بس هذا عورت، الله يخليك، قبل ما يعورني عليه. عاده عموما ما في شيء متفق عليه في ضمنا، يعني لان هذا اتفاق غير ضمني مثل ما يقولون في عمليه الشوكه والسكين. اذا انا حطيت الشوكه والسكين بهالطريقه مثلا، وهذه بديهيات، ان انا انهيت ما بياكل، فالظاهر انه الكيكه مو عاجبتني، الجرسون يشيل الصحن، فاي الجرسون يشيل الصحن لو شاف الشوكه والسكين بهذا الوضع. من الاشياء العجيبه بعد اللي يعني تمر علينا مرور سريع، خاصه في الدول اللي تهتم في البروتوكول، بريطانيا، فرنسا، الصين، اليابان، هذول عندهم عادات معينه. واحنا من الاشياء الغير الخاطئه جدا ان احنا نمسك الشوكة ونتكلم. في البروتوكول العام أو البروتوكول العالمي تعتبر حركة عدائية لما تتكلم بهالأسلوب. لهذا السبب لازم أثناء الحديث في على المائدة ما تشيل الشوكة والسكين وتأشر فيهم، خاصة إن إحنا نتكلم إيه، إن إحنا نتكلم بإيدنا. يعني العرب يتكلمون بإيدهم أكثر ما يتكلمون كلام. لهذا السبب دخلنا نشوف النقطتين الحين اللي لازم أتكلم عنهم، اللي هم نقطة لغة الجسم ونقطة أن المرأة داخل السيارة أو الرجل داخل السيارة. أنا برد على المرور، نتكلم مثلا في الأماكن العامة، لأن علشان ما نضايق أحد، خلينا نقول بما أن الحق العام هو حقي وحقك وحق كل واحد في هذا المجتمع، ليش ما نتفق أن بالبيت كيفك سوي اللي تبي، بس علم عيالك من الحين على البروتوكول والأتيكيت العام اللي يمشي في كل دول العالم. مشاهد العزيز، يمكن تستغرب من وجودنا في هذا المكان، يعني ضيفنا الفنان محمد المنصور، نبي نشوف شنو علاقته بالرياضة. يعني إحنا في نادي وموضوعنا على الاتيكيت. وعبد الله ما ادري، يعني احنا اليوم اقتحمنا عليك وقتك في انك تمارس لعبتك المفضله السكواش. صحيح. ما ادري شنو مدى
العلاقه بين الاتيكيت ولعبه الاسكواش؟ والله هذه لها علاقه مباشره، يعني حب الانسان لما يكون منغمس او متروس اتيكيت او في نوع من الضرابه. هذه لعبه الاسكواش متروسه ضرابه، يعني تلعب انت بينك وبين الخصم او البارتنر مثلا تلعب معه، يعني يكفي بس الاعداد فيها 1 لاف 2 لاف 3 لاف مثلا، يعني فيها حب. كذلك يعني لا تتعدى مثلا النقاط 9 نقاط، ولكن فيها تحرق طاقه، السعرات الحراريه تطلع منك بسرعه، ما عندك احد يعاونك الا بروحك. بعض الاحيان العبها يعني زوجي مثلا اثنين باثنين، ولكن ما يتدعمون ولا يتكافحون، ما في كفح بالمضارب ولا في دفاشه ولا في صراخ. تشجيع حلو في اثناء اللعبه، تجد ان في صمت حلو هدوء. يعني احنا علما باننا طبعا عندنا في موقعنا الان في جمهور، بعض الاحيان الجمهور من كثر ما يعني ينشحن ويتعاطف مع الفريق او يقول مثل ما يقولون متعصب زياده عن اللزوم، تجد يقط البطوله مال الماي ولا هذه، هم بعد ما عندهم اتيكيت او ما عندهم ضرابه. عارف علما بان احنا المكان كله ذرب وظريف وجونا احنا مشحون بالضرابه، عارف. فهذه لها علاقه بالانسان، خاصه اذا كان يهوى او يتكلم او مغموس مثل ما قلت لك بالضرابه. يعني احنا علاقتنا كفنانين بعض الاحيان الفنان لابد انه يكون ذرب مع فن اثناء العرض المسرحي مثلا، انت تعطي باص وهو يعطيك باص مثلا، بالافيه مثلا مثل ما يقولون، او بالنكته تعاون تقول له تفرش له او هو يفرش لك، ما في انانيه. اي اقول نعم، بس اقول لك ما عندك ملابس داخليه حق بنتك؟ بنتك؟ اي اسم الله المحروسه. قديش عمرها؟ 12 سنه. والله وانت صادق عاد، هي ما تلبس الا على ذوقها، ودي ما اشتري لها ما تلبس. انا اقول لها باكر ها وخليتي هناك نقع عليك هناك. مع السلامه. محل محلكم اي ساعه بتشرفون. ميرسو. اقول محمد يمدينا نوصل سوق الذهب؟ يمدي تو الناس، ترى فيصل ينطرنا بالدور على يكون صيف عليه. هو عارفين ايه؟ ما شاء الله. اقول ما تبوا السيارة توصلكم؟ سيارة توصلنا. يا جميل الحياة اللي ما تستحي على وجهك. ابو 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 أبو عبد الله، يا ليت نعطي فكره لمشاهدنا العزيز اللي شاهدنا الحين في فلاش 96 مدى علاقه الاتيكيت بالفنان. والله صراحه يعني هذه العلاقه اساسيه ومهمه لدى الفنان، يعني لولا هذا الاتيكيت او لولا هذه الضرابه او لولا هذا السلوك الانساني او التهذيب لدى الفنان. واحنا لا ننسى ان الفنان موهبه وسلوك. نعم. والسلوك يجب ان يتحلى به الفنان سواء كان لزملائه أو في أثناء ما هو بالشارع أو في أي مكان من الأماكن أو في أي محفل من المحافل الاجتماعية الموجودة، سواء كان في الملاعب أو بالشارع أو بالبيت أو في تصرفه أمام الناس أو الآخرين أو زملائه أثناء العرض المسرحي. لأن الضرابة مطلوبة من الفنان، إذا لم يتحلى بهذا الشيء ما نعتبره فنان، لأن موهبة من غير سلوك أو من غير اتيكيت أعتقد أنه يبقى صورة عن مجتمع، يعني هذا الفنان أنه هو الواجهة لهذا المجتمع. يعني مثل ما يقولون بصراحة الفنان يعني مثل عملة في وجهين، وجه حضاري فني ووجه يعني في
كل ما يتعلق بالموهبة، يعني حتى بموهبة هذا الفنان يجب أن الوجه الآخر بهذه العملة يجب أن يتحلى بسلوك جيد، لأن هذه العملة خارجة أو خارج نطاق مثلا البلد، أنت تبي تمثل البلد، تمثل بلدك الكويت، يجب أن يكون سلوكك سلوك حضاري جيد، درب تعاونك، حتى التعامل أو التعاون مع المنتجين أو الفنانين أو بالخارج، لما يقول لك والله هذا الفنان من البلدة الفلانية، أنت قاعد تمثل بلدك أكثر ما تمثل شخصك. إذن في هذا السلوك أو بهذه الضرابة أو بهذا الاتيكيت تعطي صورة حقيقية لمنتهى التحضر أو المنتهى سلوكيات المواطن كمواطن كإنسان أو كفنان لبلدك. أستاذ طارق، ودنا نسولف شوية عن المظاهر، هل لها علاقة بالإتيكيت لما الواحد يحب من خلال أجوبة الأخوة أيضا، يعني يقولون اللبس، البدلة الحلوة، الساعة الكشخة، السيارة الحلوة، هذه كلها واحد يزقرتي هذا إتيكيت وهذه. نعم. هل هذا الكلام صحيح؟ يعني احنا ما أدري ليش طبعا نحكم على الإنسان من شكله، ونقول مثلا هذا الإنسان كشخة قبل لا نعرفه. نعم. لأن يعني مثل ما يقولون الأوليين ما خلوا شيء. ففي مثل كويتي يقول أن الناس مخابر مو مظاهر. الشكل ضروري جدا، يعني في بناء الشخصية وفي هذا المجتمع دائما الشكل ضروري، لكن لا نبالغ فيه، لا نبالغ في هذا الشكل ويصير تحدي على الشكل وننسى المخبر، ننسى الأصل، ننسى بناء الشخصية الداخلية اللي هو العلم والمعرفة وأسلوب الحياة الصحيح والسليم، بناء الإنسان يعني من الداخل بالضبط. لأن إحنا لما نبني هذا الإنسان، ويمكن في الأفلام العربية والأجنبية دائما يمثلون لنا العالم شكلا مبهدل لأنه بنى الداخل وترك الخارج. فهل هذه رسالة للمجتمعات أن أنتوا إذا بنيتوا الخارج معناتها أنتوا من الداخل مبهدلين في تفكيركم، في عقلكم، في بنائكم الداخلي لشخصيتكم؟ فهذا وايد موضوع مهم، أن أنت يعني ألبس حلو بس لا تبالغ. على فكرة أنتم معي، سوري آسف. طبعا من الضرابة أني أقعد أقول لكم شغلة، ضرابة حلوة وزينة، والإتيكيت كذلك حلو بالشارع في أي مكان من الأماكن الجميلة، حتى لو كنت أنت نوع من الإثار، نوع من الذوق، شيء جميل، خاصة إذا أنت لابس لبس حلو. أنا طبعا ما أتكلم عن نفسي ولكن أتكلم عنكم أنتم لحضراتكم كجمهور حلو وناس دربين وجميلين. بعض الأحيان يصير خدش بهذا الجو أو بهذا اللبس، يعني أنا أشاهد أو أشوف بعض أو ألاحظ بعض الشباب يلبس هذا الجاسكيت، مثلا الكابوس هذا باللي عنده مظلة قدام شد الجاسكيت يسمونه، ولا لابس لي دجداشة نص جم وطالع لي يا بالجيب ولا بالباص ولا في سيارته إذا كانت ذربة وزينة وحلوة، ولكن دجداشة مقلمة وحتى حالة، يعني بس مو ناقص له ياخذ ويدق هبان على هالدجداشة هذا اللي مقلمة، طلع لمصاره مع الجاسكيت هذا حال تعاله. مين معقوله يا جماعه الخير؟ انت اهتم قبل لا تهتم بشم لبسك، اهتم بالالوان اللي ممكن تتطابق مع بشرتك، مع شكلك. هذا اذا انت تلبس بدله، اذا انت تلبس دشداشه، يعني في نوع من العلم يسمى لغه الالوان او لغه تسمى لغه الالوان. نعم. الالوان لها لغه، كل شيء. يعني ليش احنا نقول اذا في سياره سوداء نقول لون ملكي سيد اللي هو لون راكز، لون الهدوء. لهذا السبب في اخطاء كثيره تقع فيها النساء، يمكن انا اذكر في موضوع معين ان في نساء يروحون مقابله رسميه ويلبسون فستان احمر والصبح، او يلبسون تاير احمر. فمثلا في علوم الأزياء اللي ما نبي ندخل فيها الآن بموضوعنا الأتيكيت، التاير هو موضوع يتبع إلى الزيارات الرسمية، لكن اللون غير مناسب نهائيا، لأن
في ألوان تسمى ألوان أساسية. حلو، حال نتكلم شوية في هالموضوع. نعم. أوكي، يعني ناس رايحين عندهم مقابلة رسمية. نعم. خلينا نقول سيدة رايحة مفروض تلبس تاير والألوان الهادية. هذا طبعاً هو يعتمد على شنو اختيارها في اللبس. لكن في العالم الغربي، لأن احنا استسقينا هذا الموضوع من الأتيكيت الغربي. نعم. ففي العالم الغربي الأتيكيت يعتمد بشكل كبير جداً أن يكون اللبس محتشم جداً ويكون من الألوان الأساسية، ما يكون من الألوان الفرعية. والألوان الأساسية تنقسم إلى قسمين، في قسم مسائي وفي قسم صباحي. صباح. فهذه الألوان وايد مهم أن احنا نختارها. احنا للأسف يعني على قولة واحد من الأصدقاء يقول لي أنا لما أفقد، لما أروح البر وأشوف دائما صحراء وسماء أفقد هاي الألوان. فلما أروح الدوام الصبح بس أتلفت دار مداري بالسيارات وأشوف ما الألوان العجيبة الغريبة. يمكن تذكرين إحنا مرة تكلمنا على هذا الموضوع عن نقطة إنه حتى اختيار تناسق الألوان في اللبس. يعني أنا أتفاجأ مثلا في إنسان يلبس لون أساس اللون بني ويلبس تكرمين جوتي أسود. لاحظي أنا قلت تكرمين بدون لا أفكر لأنها جزء من الاتيكيت، يعني نرجع لها. فهذه الألوان دائما لها لغة، لها السبب يعني اللي اخترعوا الألوان. إحنا ما عندنا زهور. أنت خلتني أفكر. برا. خلتني أفكر. إحنا لابسة بني وحاطة هذا أسود، يعني هذا. نعم. إيه؟ لا أنت مثال على ذلك. ان بالاول اول ما اخترعوا الالوان تلاقين الكويتيين او بعد ظهور النفط وبعد ما طلعت الفلل وكذي، شنو اكثر لون الكويتيين استخدموه؟ بيجي وبني. ويحبون هالالوان هذه لان ما يشوفون الوان غيرها في الطبيعه. بالنسبه لهم لما سافروا ولما تفتحت الاذهان بداوا يستخدمون الالوان المختلفه. بالاول مثلا المسؤولين او خبراء الازياء هذه كانوا يقولون ان اللون الازرق لا يمكن باي حال من الاحوال يمشي مع اللون البني. وهذا الموضوع في الخمسينات والستينيات الحين يمشي موضة. السبعينيات هو الموضة. نعم. اصلا ليش؟ لان بعد ما علميا خلطوا الالوان قدروا يطلعون منتج اصله ازرق وتحول الى بني، ولهذا السبب هي تحمل نفس المواصفات. نعم. مشاهدين الأعزاء في كل مكان، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والاحترام والتقدير لفناننا العزيز المليء بالإتيكيت أبو عبد الله محمد المنصور. شكرا لك على هذا اللقاء ونتمنى إن شاء الله نلقاك في لقاءات قادمة. شكرا، بارك الله فيك. في هذه الحلقة من فلا 96 نشكر الأستاذ طارق رجيب مستشار العلاقات العامة والإعلام، وشكرا لك أستاذ طارق إذا كانت لك كلمة بصورة عامة توجهها إلى الناس اللي شاهدوا حلقة اليوم من فلاشنا وهي تكون طبعا عن الاتيكيت، ماذا تقول لهم؟ والله نادية وهكتيني، يعني شو أقول على الاتيكيت؟ ما أدري عاد الكويتيين صايرين حساسين ولا لا، زعلوا ولا لا على موضوع الاتيكيت والموضوع البروتوكول. لكن الكلمة الأخيرة دعوة لكل إنسان في هذا المجتمع أنه يقدر كل شيء عنده. ترى إحنا في الكويت كل شيء عندنا، كل شيء متوفر، محتاجين شوية سلوكيات تغير علشان يكون هذا المجتمع مجتمع ناضج قبل وقته. مشكورة وايد ومشكورين على هالبرنامج.
الحنين.